استحاله لكان تشوفني شديت منصب ماذا بك تراني بدل الماده. بالك شي تجم تكون فاعل في وزاره الثقافه. لا نجم نعطي فكره انا نمن ادي العيش لخباز ولو اكل نصه. تعطي واحد باش يعمل خباز هو اصله يعمل الخبز كيف ياكل نصه مش مشكله، لو اما كي يمده مش خباز يفسد الخبز والعجينه لا ياكل هو ولا ياكل غيره. باهي لو فرضنا لطفي وزير الثقافه اول قرار شكون؟ ما نقبلش. عندها كل مهنه عندها وظائفها. هاي شدتها ما نجمش نكون منشط. هاي شدتها فنانه. شنو هي المشكله؟ انا هي قاريه ربما اكثر مني، عامله الدكتوراه وتحضر في الدكتوراه نتاعها وعندها امور، وشدت مديره مهرجان الموسيقى وشدت مديره مهرجان، عندها فكرة على التسيير وعندها فكرة على الواحد على